اوكي يا شباب، وصرت مهندس وصار عندنا توليد طاقة الماء، والله شيء رهيب. وهسه راح نجرب الفرن السريع. واو يا شباب، ثانية استون. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم بمقطع جديد. وبهذا المقطع يا شباب رجعت لكم بسلسلة سيرفايفر بيكسل كرافت الحلقة الرابعة. فقبل ابدا المقطع حطنا لايك واشترك بالقناة وفعلنا زر الجرس واكتب تعليق، حتى تعليقك راح ينضم بغرفة المشتركين. فخلنا نوصل هذا المقطع 400 لايك، اتحداكم تحدي. اوكي، فاليوم راح نسوي افران سريعة وراح نصير مهندسين. فيلا خلنا نبدا عن المقطع. اوكي يا شباب، اوكي هسه اقول وين هذاك، وين البيت؟ طبعا البيت غيرته، والصراحة اقول سحبت على السلسلة 4 ايام من هذا، يعني اشتغلت شغل كلش حلو، فوخرت النافوره. وهنا يا شباب الاسماء هنا فليكسر، وكلها هنا مثل ما تشوفون هاي الاسماء هنا كلها 3 اسماء طبعا بالحلقه السابقه ضفت. وهنا يا شباب غرفه الايمرالد، اي تعليق حلو راح يعجبني او تعليق اسطوري راح احطه هنا. وطبعا هذا البلوكات هاي جبتها من السبون، طبعا مو ايمرالد هذه، يعني شيء عادي هذنا. اوكي، فقيموا لي الغرفه المشتركين تقييمكم لي. فيا شباب هذا بيتي الجديد واللي هو الاسطوري، طبعا نقلته من الموارد، نقلته من الكهف هنا. اوكي، فهنا يا شباب مزرعة صغيرة، اوكي بس ما زارع بيها كل شيء، بس اسوي المهندس، يعني راح اصير مهندس وراح اصير شنو، راح ازرع بيها. فيا شباب هنا عندي بيت، هنا راح اخلي الفران، وهنا صناديق الايرون وهاي الاشكال. فهنا عندنا فوق يعني غرفة، اوكي شنو كسرتها والله سريعة هذه، فخلنا نحطها. فهنا يا شباب غرفة يعني بيها تشيست وشنو نبقى التطوير. اوكي التطوير ما عندي، بس شنو يعني هنا اي ام سي، وهذن اللي راح اسمي بيها، وهاي غرفة وهاي صناديق اللي نقلت اغراضي هنا، وهنا فرن يا شباب عادي، وهنا الاي ام سي وفي ام سي. فيا شباب هنا طبعا جمعت اغراض كلش حلوة، يعني 4 ايام خلال 4 ايام، فيب جمعت اغراض كلش حلوة، يعني اليوم جمعت 64 ستون. يعني ستون بهاي المنطقة كلش حلو هو الساند. فالمهم يا شباب هسه ايش راح اصنع؟ اريد اصنع يا شباب اول شيء اصنع لي خشب. اوكي، بعد ما اصنع خشب راح اصنع افران سريعة. طبعا الافران السريعة كلش سهلة، يعني بمجرد ما راح اجيبه اللي هو الكرافتن تيبل راح اصنع، ما اصنع لي كرافتن تيبل، فراح اصنع لي على الاقل 5 افران. اوكي، خلينا نجيب الايرون اول شيء، ونبشنو جولد، يعني ايرون جولد. فالدايموند صراحة ما اعرف شلون اسوي. فهسه يا شباب مجرد ما راح اجيبه هيج وراح احط الايرون فوقه، راح يصير عندي شنو فرن ايرون مثل ما تشوفون، وراح يصير فرن كلش سريع، يعني اسرع من باقي الفرن مثل ما تشوفون يا شباب حطينا. وهسه يا شباب راح نجيب الفرن الجولد او الفرن الذهب، يعني شنو راح نجيب فرن عادي وبعدين نسوي فرن ايرون وبعدين شنو فرن جولد، وراح يصير وياي الفرن جولد. فهسه راح نحط وراء الايرون وراح ناخذه، وبعد شنو نخرج وندخل وراح نحط اللي هو هنا الفرن وراح نجيب الجولد، وبكل سهولة صار عندنا شنو يا شباب فرن جولد. فيب شي رهيب، وهنا نحطهن مثل ما تشوفون يا شباب، والله شي رهيب، وحطيناهن هنا وصار عندنا شنو الافرن. فهسه يا شباب خلا اجرب انه شوية اشوي حتى اشوف السرعة مالتن شلونها. فخلا اقتل كم حيوان، هنا عندنا الغنم وهنا الخروف وهنا شنو البقرة، فنقتلها. هاي اخر بقرة اعتقد. اوكي بعد هنا، اوكي هذا الخروف الاخير، ونروح نجربها ونشوف سرعته. فاني يعني اقول سرعته كلش كلش، يعني بمجرد ما راح تدوس الزر ها هي راح يصير لك افران. فايب اوكي خلينا ندوزه، يلا يا شباب متحمسين نشوف اللي هو الايرون هذا مو جولد، فخلينا نجرب الجولد. اوكي يا شباب يلا 1 2 3 يا شباب بدون ما اجمع خشب، والله شيء خرافي يا شباب، يعني 10 بسرعة استون. شوفوا يا شباب شوفوا السرعة الرهيبة، والله شيء اسطوري. قيموها لي، انا اقيمها فوق 1 مليون تقييمي للايرون والجولد. فيب شيء رهيب، وعجلة دايموند شلون يا شباب والنذرايت. فيب خليكم بالحلقة الخامسة وراح نجربهن ان شاء الله. وهسه راح نضيف غرفة المشتركين. فهسه نجيب 4 دايموندات ونضيف اول اسم ويانا، واللي هو يا شباب امين هي ان شاء الله توصل 10,000 مشترك ويكون في غرفة مشتركين، اخوكم من المغرب وتحياتنا لاهل المغرب. فاسمه اعتقد انمي هين، والله ما اعرف، بس المهم نضيف اسمه بشكل صحيح. وثاني اسم يا شباب واللي هو ثواني نجيب دايموند، اي دايموند فينجرز كباير رويجي 10 و20 او 10، ماكو واحد يشبهك من محتوى الفيديو، محتواك اسطوري، الجارد غير متوقع. اوكي شكرا يا فينجرز، ونضيف اسمك
يا أسطورة. أوكي يا شباب، وثالث اسم وياني اللي هو رنيم محمد. شكرا يا رنيم، استمر، تساعد كل الخير، ربي يسعد ويسعد يسعدكم إن شاء الله. فثالث اسم نجيب الإمرالد واللي هو حسين أم زكي، فتحياتنا لك يا حسين. والنوب يا شباب نجيب الإمرالد الثاني من ياني وداني، اسمي دانيال، يا ريت تحط اسمي. أوكي نحطك يا أسطورة. وهاي يا شباب خلصنا الأسماء، واسي يا شباب ننتقل ونحط الأسماء. أوكي هاي يا شباب، قول له روح هناك أكو كريبر حاصلنا، فيلا نشرت. أوكي شرتنا، أوكي فلت فلت فلت، أوكي ظل بس لا يفجرني نفس ما فجر بيتي توا. فهسه نجيب ريني محمد ونحطه هنا. أوكي نحطه هنا. فثاني اسم اللي هو أبو جاسم هنا نحطه، واللي هو فلنجرس الكباير نحطه هنا. اوكي شو هاي، اوكي نحطه هنا. فامي هاي نحطه هنا، والله ما اعرف شنو اسمه. فهسه يا شباب نحط الإمرالد واللي هو اسمه عجبتني، اول تعليقات عجبتني. فحسين هنا نحطك، ودانيال هنا نحطه. فهسه يا شباب خلصنا. اوكي يا شباب وصلنا عدلي. طبعا المهندسين طبعا ما شوفت لكم لان صار خلل بالمونتاج وانقطع التصوير. فهسه صنعت لي اللي هو هذنا يا شباب، بس خلي ابني واشوف لكم شنو صنعت. صنعت اللي هو راح يجيب لك من المي قوة، فهذا يا شباب شيء أسطوري وحطيناها مثل ما تشوفين يا شباب، صرنا مهندسين وحطيناها يا شباب. وإن شاء الله بالحلقة الجاية نسوي أكبر من هذه، وصراحة عجبتني كلش كلش. فتقييمكم لهاي شو اسمه السد، فيب سد أسطوري وجعت ودلنا طاقة هسع، بس ما يعني ما موصل الكهرباء. فيب يا شباب هو هذا السد. وانا وصلت الحلقة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس، وان شاء الله عجبتكم الحلقة لا تنسوا تكتبون تعليق، المدى حط اسمكم بالغرفة المشتركين. وبس مع السلامة، سيو.